السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن فضائل سورة البقرة وكيف يمكن أن تساعد في تسهيل الزواج وفك النحوسات بإذن الله، بالإضافة إلى الدعاء والاستغفار وآراء العلماء والمشايخ في هذا الموضوع. سورة البقرة هي أطول سورة القرآن الكريم ولها فضل عظيم في حياة المسلم، من بين فضائلها الحفظ من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البركة في الحياة، قراءة سورة البقرة تجلب البركة في الرزق وتحمي من الشرور. شفاء القلوب، تساعد سورة البقرة في تهدئة النفس وشفاء القلوب من الأمراض الروحية. هناك من العلماء من ينصح بقراءة سورة البقرة بنية تسهيل الزواج وفك النحوسات، حيث أن النية الصالحة يجب أن تكون نيتك خالصة لله وأنت تقرأ سورة البقرة بانتظام حتى يستجيب لك الله كل ما تطلبه. الاستمرارية، حاول أن تقرأ سورة البقرة يوميا أو بانتظام مع الدعاء والاستغفار. الطريقة هي بعد صلاة العشاء مباشرة وقبل تطبيق هذا الورد، يجب أن تكون طاهر الثياب والجسد وتكون متجها نحو القبلة، تكون نيتك خالصة لله. تقرأ سورة البقرة مرة واحدة بتدبر ويقين، من بعد ذلك تستغفر الله على الأقل 100 مرة. بهذه الصيغة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وتردد هذا الدعاء الجميل لتسهيل الزواج 7 مرات: اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقني الزوج الصالح الذي تحبه وترضاه لي، ويسعدني وأسعده. ثم تردد دعاء سيدنا موسى عليه السلام في تسهيل الزواج، مأخوذ من القرآن الكريم وتحديدا من الآية 24 من سورة القصص، 7 مرات: اللهم يا رب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فارزقني بالزوج الصالح الذي يعينني على أمور ديني ودنياي، ويكون سندا لي في طاعتك يا أرحم الراحمين. يمكنك تكرير هذا الدعاء بشكل يومي مع الثقة بالله والصبر على تحقيق ما تتمنى. هذا الدعاء يعبر عن افتقار الإنسان لفضل الله وخيره، ويعتبر دعاء قويا في طلب الرزق والتيسير من الأمور بما في ذلك الزواج. النية الصادقة، لكي تستخدم هذا الدعاء اجعل نيتك صادقة وخالصة لله تعالى. الإلحاح في الدعاء، كرر الدعاء بالإلحاح ويقين أن الله سيستجيب لك. من الممكن أيضا تطبيق الفائدة مباشرة بعد صلاة الفجر. قراءة سورة البقرة بعد صلاة الفجر من الأوقات المباركة، الثلث الأخير من الليل وقت السحر، هو وقت مبارك للدعاء والاستغفار. العلماء والمشايخ يؤكدون على أهمية قراءة القرآن والدعاء والاستغفار في جميع الأمور الحياتية، ومن نصائحهم الالتزام بالطاعات، الالتزام بالصلاة والعبادات اليومية، الابتعاد عن المعاصي، تجنب المعاصي والذنوب قدر الإمكان، الصبر واليقين،
الصبر ويقين بأن الله سيستجيب لك دعائك في الوقت المناسب. في الختام أذكركم بأهمية الاستمرار في قراءة سورة البقرة والدعاء والاستغفار بنية خالصة لله تعالى. أسأل الله أن يرزق كل شاب وشابة بالزوج الصالح، وأن يفرج همومكم ويزيل عنكم النحوسات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.